في هذه الندوة تطرقنا إلى كل الابتكارات اللي كانت دارتها جامعة فرحات عباس بواسطة الباحثين على مستوى هذه الجامعة في مختلف الكليات وكذلك مختلف التخصصات. فاليوم كان عندنا عرض لأول جهاز يعين على التنفس الاصطناعي، واحنا نعرف باللي في هذه الاونه الاخيره يعني فيه نقص كثير من هذه الاجهزه. فجامعه تسطيف حطت يعني اللي ما عندوش يعني نوزا باكوتي يعني ثمن كبير، وراح يوضع تحت اولا وزاره الصناعه للتصنيع وقبلها وزاره الصحه بور اومولوغاسيون اي سيرتيفيكاسيون. كان عندنا اوسي لا سينتيتيزاسيون تاع ليتانول باسكو كان عندنا مشكله كبيره في الصنع تاع لي سوليسيون هيدرو الكوليك لي جيل هيدرو الكوليك. الان جامعه سطيف من مواد يعني من لي ديشي من هذه المواد يعني اللي نرميوها، منها مواد يعني تاع التمر، مواد تاع القشور تاع الهندي الى اخره، هذو راه موجودين كثير بالجزائر وحنا قدرنا منهم نصنع ولو على مستوى المخبري. صنعنا منه ليتانول هذه الماده الكحوليه وجربناها اون طونطون ديل في لو روندمون باسكو نو فو ان غران فيرمونتير بور فير دو انتاج يعني مكثف كبير. في هذا اليوم وهذا المؤتمر الصحفي تطرقنا الى مدى النشاطات البحثيه التي تمت على مستوى جامعه فرحات عباس، ومنذ الوهله الاولى كما تعلمون فقد تمت استدعاء وتنصيب لجنة متعددة الاختصاصات من طرف مدير الجامعة، وهذه اللجنة البحثية تتعلق بكثير من الميادين والاختصاصات. فيما يخصنا في مجال علم الطبيعة والحياة وعلى مستوى مخابر البحث بهذه الكلية، قمنا باستخلاص وتنقية 4 مركبات صيدلانية تستعمل كمادة أولية لصناعة بعض الأدوية. اليوم شاركنا في الندوة الصحفية لتقديم الحلول المقترحة من طرف المخبر والمطور على مستوى المخبر. قدمنا 5 حلول، حلين لتشخيص كوفيد 19 وثلاث حلول لمتابعة وإدارة الحجر الصحي. الحلول الخاصة بالتشخيص قدمنا حلين، حل يعتمد على الراديوغرافي أو الأشعة السينية، بحيث أنه باستعمال أي صورة للأشعة السينية يمكن تحديد أو تشخيص إذا كان الإنسان حامل لفيروس كوفيد 19 كورونا كوفيد 19 كوفيد 19 أو غير حامل. الحالة الثانية وهو باستعمال الصوت، حيث بتسجيل ملف صوتي للمعني يمكن تشخيص او تحديد اذا كان حامل الفيروس او لا. هذين الحلين هما تطبيقات على مستوى الويب وعلى مستوى الهاتف المحمول، يمكن استعمالها عن بعد ومن اي مكان على المستوى الوطني وحتى على المستوى العالمي.